محافظ صلاح الدين يتابع مع رؤساء الوحدات الإدارية كتابة نجاحات بخدمة المواطنين بعيداً عن التجاذبات السياسية. إنجاز تبليط تحويلة سامراء وطريق تكريت بيجي بتنسيق مباشر بين محافظي صلاح الدين وإدارة صندوق إعادة الإعمار. مؤتمر أمني موسع في قيادة عمليات صلاح الدين لتأمين مراكز الاقتراع ومخازن المفوضية، وقائد الشرطة يثمن دور المحافظ في إنجاز منظومة الكاميرات. والكاظمي يعلن من الكويت انتقال العراق لمرحلة اللاعب المحوري في الحوار الإقليمي، والقانونية النيابية تلوح بتأجيل الانتخابات إلى نيسان المقبل.